هل من خلال اليوتيوب اقدر استغنى عن دروس الخصوصيه؟ هل من خلال اليوتيوب اقدر ادخل ابني كليه هندسه او طب او حتى الوظيفه اللي كل اب وام بيحلموا بيها؟ ان شاء الله هنعرف الكلام ده بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا عارفين ان في السنوات الاخيره معظم الاباء والامهات اتجهوا ان هم يتابعوا مع اولادهم بنفسهم في العمليه الدراسيه، ويقدروا كمان ان هم يستغنوا عن الدروس الخصوصيه علشان الظروف الاقتصاديه اللي البلد بتمر بيها والناس كلها بتمر بيها في ظل غلاء المعيشه. فالنهارده هنتكلم عن الاخطاء اللي بتقع فيها كل ام وكل اب برضو علشان نقدر نستفيد من اليوتيوب ده. طب السؤال الاول، هل يا ترى من خلال اليوتيوب اقدر استغنى عن دروس الخصوصيه؟ الاجابه بالفعل اه طبعا. طيب هل يا ترى اقدر ادخل ابني كليه هندسه او طب من خلال اليوتيوب؟ الاجابه طبعا برضو اي نعم، بس هكلمكم عن تجارب حصلت، مش هقول لكم من كام سنه، لا، تجارب حصلت في يعني اخرها كام شهر. اول حاجه، في امهات كتير جدا بتتابع موضوع الاونلاين ده، وان هم بيشوفوا الدروس وبعد كده بيشرحوها لاولادهم. في نوعين من الامهات. النوع الاولاني اللي هو بيمل بسرعه، بيتخنق، بيزعق مع الولد، الترم يعدي، الامتحان يجي، تلاقي مثلا الدرجات جايه مش كويسه، تحاول تكمل الترم الثاني تلاقي برضو درجات في المحصله في الاخر مش كويسه، فتمل فترجع تاني لموضوع الدروس الخصوصيه وتحاول انها تدبر الفلوس. طيب النوع الثاني عامل نظام وما بيملش ومزهقش، بس هو عامل نظام. النظام انا بتعامل معاه مع الولد في النظام الدروس زي بالظبط زي نظام الدروس الخصوصيه، وفي الاخر ما شاء الله بتوصل، مش هقول بالنسبه اللي بترضيها، بس على الاقل بنسبه مثلا 85% 90%، ده في حد ذاته نجاح بالنسبه للام ما تعرفش حاجه عن المنهج من اول سنه. كان احد الاصدقاء قال لي في يوم ان هو اتعرف على في مكان عمله في المدينه اللي بيشتغل فيها، اتعرف على مدرس كبير في السن، واللي عرفه ان هو المدرس ده كان هو وزوجته قرروا ان هم لما يتجوزوا ما يدوش لاولادهم دروس خصوصيه والكلام ده، مع العلم ان هو مدرس، بس هو مدرس ابتدائي. وبالفعل السنوات عدت وهو اللي حكى له بيقول له فعلا انا عندي بنت، اول بنت عندي في كليه صيدله، وعمرها ما خدت دروس بره. طب انت كنت بتعمل ايه؟ قال له انا ومامتها كنا مقسمين المواد اللي هنشرحها للبنت، كنا بنعتمد على النت. كان طبعا اليوتيوب كان لسه الدروس بتاعته او الماتيريال الموجود على اليوتيوب كانت لسه ضعيفه، مش قد كده برضو، كنت بعتمد على مواقع زي مثلا موقع الثانويه العامه او منتدى الثانويه العامه، ده من اشهر المواقع، من اول المواقع اللي افتتحت او اللي اتفتحت في موضوع الدروس التعليميه. انا كنت بعتمد عليها وكنت بذاكر انا الدرس في المدرسه مثلا، وبعد كده انا بروح واشرحها للبنت. والايام عدت والحمد لله جابت درجات كويسه جدا في الثانويه العامه اللي هو النظام القديم اللي كان على نظام سنتين ده، والحمد لله دلوقتي في كليه صيدله من غير ما اديها اي درس بره. ده حكايه بسيطه بس علشان تعرفوا ان فعلا اليوتيوب ده كنز، وانا مسميه كنز علي بابا، بس اللي بيعرف يدور صح. احنا دلوقتي هنتكلم عن الاخطاء اللي بتقع فيها كل ام. اللي بتقع فيها كل ام دلوقتي الاخطاء ايه؟ اول حاجه ان هي بتشترك في جروبات كتير على الفيسبوك، بتتكلم كتير مثلا مع احد الاصدقاء عن النظام المناهج والكلام من ده والوزير والمناهج والاولاد والشرح والمدرسه والدروس والواجبات والصحيان بدري والكلام. طبعا احنا عارفين ومقدرين ان انتوا بتتعبوا كتير جدا جدا جدا، بس خلينا نكون صراحة ان الايام اللي احنا بنعيشها دلوقتي غير الايام بتاعت زمان. حتى لو اليوم فيه 48 ساعة برضو مش هيكفينا بسبب الضغط العصبي والشغل والكلام ده اللي موجود اللي بتعرض له وكل اب وكل ام. طيب ايه اول اخطاء اللي بتقع فيها كل ام؟ اول حاجة الاشتراك في جروبات على الفيسبوك كتيرة، ده في حد ذاته بيعمل تشتت. مثلا منشور نازل ان شاء الله في مذكرة تعبير نازلة النهاردة الساعة 12 بالليل، اللي عايز يوصله المذكرة يعمل تم، كله بيعمل تم. ايه رأيكم في السؤال ده؟ مين اللي يحله؟ معرفش كذا.
طب ايه رأيكم ان احنا نعمل مثلا نحط سؤالين كل يوم بعد صلاة المغرب؟ كلام ملوش اي لازمة وبيعمل تشتت. انا شايف ان الجروبات ديت يعني ما عادتش بتعمل الدور المنتظر منها. ليه؟ احنا استخدمناه غلط. طيب ده في حد ذاته بيعمل تشتت لكل ام. هتقعد بقى تتابع وتشوف الجروبات وتشوف التعليقات وتشوف اللايكات ومعرفش ايه والكلام ده، ادي حاجه. الحاجه الثانيه الوقت ده هيضيع، والوقت اصلا ايام الدراسه صغير جدا وبيعدي بسرعه. انا المفروض اعمل ايه؟ يعني حط لنا خطه نمشي عليها، بحيث الخطه دي لو مشينا عليها مثلا يعني نوصل لهدفنا. انا اقول لكم على الخطه يعني اللي قلت لها لكل الامهات، وقلت لها لكل الامهات ومشوا عليها، والحمد لله الحمد لله اولادهم جابوا اقل من درجه النائب. انا بتكلم في الماس وفي الرياضه اقل من درجه النائب بثلاث درجات، ده في حد ذاته انجاز عظيم جدا. طيب اول حاجه تجيبي طبعا كمبيوتر طبعا مستعمله كده ب 500 جنيه 400 جنيه زي اللي قدامكم دي دلوقتي، وتكون يا ريت تكون ليزر، ما تجيبش طابعه اللي هي ام 300 جنيه للاتش بي ام 300 جنيه لانها مش هتكمل معاكي شهرين ثلاثه. في طابعه اسمها ليزر سامسونج او اتش بي بس اسمها ليزر، طابعه ليزر زي دي مثلا بتكون مستعمله اي شركه كمبيوتر بتنزل لها تقول انا عايزه طابعه. الطابعه ديت ممكن يعني مش هتملي لها حبر اللي بعد سنتين، عشان كده قلت لك هاتيها ليزر، عشان انتوا مش حمل مالوا الطابعه حبر وكلام من ده، لان الحبر دلوقتي غالي. فالطابعات الليزر ممكن تطبع لك حوالي 4000 ورقه، ده اقل حاجه 4000 ورقه طبعا، ده ممكن يعني يكفيك سنتين ثلاثه. انا عن نفسي كمدرس بستخدمها وبغير لها كل سنه، مع العلم ان انا بشتغل عليها كتير جدا وبصور عليها ورق كتير. يبقى اول حاجه بتجيبي طبعا، دي من ضمن الادوات المهمه جدا علشان الـ 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 الورق والامتحانات اللي هقول لك عليه دلوقتي اللي هتجيبيه منين يتصور اول باول. ما تستنيش بقى تنزلي في الشتاء وفي البهدله في المكتبات وكلام من ده، لا توفري ورق. 500 جنيه مش فلوس في الاول بس هتوفر لك كتير جدا جدا جدا. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا انت عندك ابن في سنه 6، هتشوفي هتنزلي كتاب هتنزلي مذكره دلوقتي في الوقت الحالي، هتنزلي كتاب او تنزلي مذكره اي ماده انت حباها دلوقتي بتنزلي مذكره. طبعا الكتب لسه ما نزلتش، عندك كتاب قديم كويس. وبعمل ايه مثلا؟ احنا هنتكلم في الحساب دلوقتي لان الحساب هو يعتبر مشكله كبيره. وبعدين هتجيبي مثلا هتذاكري الدرس الاولاني، انت اللي هتذاكريه من غير ما تبص على اليوتيوب ولا اي حاجه. تمام هتذاكري الدرس الاولاني سواء اي سنه عندك بتذاكريه، تفهميه بتذاكري من الكتاب وبتفهميه وبتحل الاسئله بتاعته كلها، الدرس الاول بس. هو انا اعمل كده على طول؟ لا، ده في الدرس الاول بس. ماشي خلاص ذاكرتي فهمتي عرفت تحل كل المسائل الموجوده، بس يا ريت تنزلي كتاب بلاش مذكره. عرفت تحلي كل الاسئله الموجوده على الدرس الاول الموجوده في الكتاب، تدخل على اليوتيوب تكتبي على السيرش مثلا شرح منهج سنه 6، مثلا شرح منهج جريد 5، نزل الفيديوهات. انا مش شرط انا مثلا بقول لك تعالي على القناه بتاعتي، لا اي قناه ادخلي على القنوات، ادخلي على الدرس الاول شرح مثلا درس كذا، دخلتي شفتي ايه اتفرجي وشاهدي الفيديو وشوفي الشرح. هل يا ترى الشرح انت خلاص عرفت الدرس الاول وعرفت الشرح بتاعه، هل يا ترى الشرح سهل بالنسبه لك؟ الشرح سهل؟ المعلومة وصلت لك سهلة؟ اسألي نفسك الأسئلة دي. هل يا ترى الفيديو اللي قدامك ده شرح كل المسائل اللي موجودة في الكتاب؟ دي معايير وتقييمات انت بتقيمي بيها القناة اللي قدامك، لأن في قنوات كتيرة جدا بتشرح المسائل اللي هي المباشرة السهلة اللي أصلا ما بتجيش في الامتحان. والمسائل اللفظية أو المسائل مثلا اللي فيها تفكير واللي فيها شغل ما بتجيش، ما بيجيبهاش معظم القنوات كده، خلينا نكون واقعيين، معظم القنوات كده. فانت بتدوري هتتعبي شويه تدوري على القنوات، لقيت قناه مثلا ارتحت للشرح فاهمه كويس، الراجل فعلا لقيتيه مثلا مخلص كل المسائل وشرح كل مسائل على الدرس الاول، خلاص قررتي يبقى دي القناه الوحيده اللي هتتابعيها طول السنه. بس اتاكدي الاول ان كل الدروس موجوده، مثلا هتدخلي على القناه وتشوفي الفيديوهات بتاعتها وتشوفي القوائم التشغيل على مثلا السنه اللي انت عايزاها، لقيتي فيها كل الدروس كده كويس قوي. خلاص يبقى انت كده بقى عندك الطبعه وبقى عندك الماتيريال او القناه اللي انت هتتابعي معاها طول الترم.
طب ماشي يا مستر، وبعدين الجروبات تبعد عنها، ويا ريت اصلا يا حبذا يا حبذا، حلوه كلمه حبذا ديت، ان انت تطلع منها خالص. صدقوني صدقوني تطلعوا منها خالص والله العظيم. كل الامهات كل الامهات اللي عملوا نتيجه ايجابيه كبيره جدا مع اولادهم مش مشتركين في ولا جروب ولا جروب، والامهات اللي مشتركين في الجروبات ما عملوش نتيجه ايجابيه الا ما رحم ربي الا ما رحم ربي. في ام برضو كانت بتتعب وبتجتهد وبتحاول وبتذاكر مع بنتها وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر ما وفقتش، البنت جابت درجات متوسطه، جت قالت في الاخر موضوع الاونلاين ده والمتابعه الاونلاين ده نظام فاشل نظام فاشل، هي ما عرفتش تطبق الموضوع. المهم دلوقتي احنا عرفنا خلاص، بقى عندنا الطبعه وبقى عندنا القناه اللي هتتابع معايا، وهطلع من كل الجروبات. طب تمام، المذكرات والمراجعات بقى انا اجيبها منين؟ من موقع واحد بس فقط لا غير، فقط لا غير، موقع اسمه ذاكرولي التعليمي. الموقع ده انا شايف ان هو كنز برضو، كنز بمعنى كلمه كنز. ميزه الموقع جايب لك كل الكتب الخارجيه قدامك، يا دوبك تحملي وتطبعي على الكمبيوتر. انت عارفه يعني ايه مثلا تجيب كتاب خارجي وتجيب امتحانات وتجيب شرحه وتجيب كل حاجه فيه وتطبعيها قدامك؟ ده في حد ذاته يعني متعه وتوفير لك كتير جدا. كتاب دلوقتي الخارجي مثلا بتاع اللغات بيتباع مثلا ب 80 جنيه 90 جنيه، انت قدامك دلوقتي الموقع ده بيوفر لك كل الكتب الانجليزي والماس والساينس وكل حاجه. مثلا لو هتتكلم برضو على كتب الاضواء او سلاح التلميذ والكلام من ده، بيجيب لك كل الكتب وقطر الندى وبيجيب لك الامتحانات والمراجعات، فكل ده توفير كتير جدا. هتقول لي طب ما انا بجيب مثلا من في مدرسين بينزلوا مراجعات، انا عن نفسي ما بعترفش انا بالحاجات ديت، لان ده اصلا حتى الشغل اللي بينزل ده بينزل يعني بصعوبه، ادي حاجه. الحاجه الثانيه قليل جدا، الحاجه الثالثه بيكون التنسيق بتاعه مش كويس ومش لطيف. يبقى ده الموقع الوحيد اللي انا اضمنه. هتشوفي حضرتك ايه اللي عايزاه بالظبط واللي عايزه تحمليه وتحمليه وتصوريه. وعلى فكره الموقع ده على ايام الامتحانات بينزل حاجات كويسه جدا جدا جدا، يعني مراجعات هتلاقوا الموقع موجود في وصف الفيديو تحت، هتدخلوا عليه وتسيفوه عندكم ودي تتابعوه اول باول. بس هي دي بس الكلام اللي كنت عايز اقوله لكم في الغلط اللي بتقع فيه كل سنه، ان هو مثلا ما بتعرفوش تشرحهم مثلا، او بمعنى اصح يعني مش عارفين توصلوا المعلومه لاولادكم، في دايما غضب، في دايما زعيق وشد وجذب، وفي الاخر بتطلبوا ان الوزير يلغي من المنهج وكلام من ده. المنهج ده موجود من زمان الزمن، يعني ما فيش حد طالب خالص ان هو المنهج ده يتخفف. بس انا بقول يعني هي شويه نظام مع شويه نظام. انا عارف ان الامهات هيتعبوا اكتر واكتر، بس هو ده كل ده علشان خاطر الاولاد، ودي ثمره ودي زرعه احنا بنراعيها علشان لما تيجي تطرح تبقى زرعه كويسه، ما الاولاد ما يضيعوش مننا، لان الايام دي صعبه جدا والاولاد سهل جدا ان هم يضيعوا. اسف اني طولت عليكم، اسف اني طولت عليكم، بس الفيديو ده انا كنت عايز اعمله من زمان بس كنت متردد. اتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله في الايام اللي جايه.